صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم فطور بلدي 100% من عند عمتي ربحة، وهذا هو المخمار او الشيار. شي نهار غنديرو لكم في القناة الطريقة ديالو بالتفصيل ممل. ودابا جينا للدار عند ماما، قالوا لي نديرو بسطيلة ديال الحوت. راني ديجا حطها في القناة، وصفة خطيرة وناجحة 100%، بالحوت والدجاج كروفيت كالامار، كتجي مخلطة ولكن اللي دقها كيحلف عليها بانها بسطيله ديال الحوت 100%. في القناه راني حاطاها كما قلت لكم، حتى من الورقه الطريقه ديالها بالتفصيل ممل. ولكن دابا انا الورقه غير شريتها من المارشي، لان انا في خنفره وكل شيء موجود تبارك الله الخير، موجود الورقه، غير اللي ما بغى يدير البسطيله. غادي نكمل غادي نمونطيها، وغادي نديها ما نطيبهاش في الدار، غنديها نطيبها في الفران ديال الحومه. الا لقيت كندير نصور لكم غادي نصورها. اش غنقول لكم البنات، البسطيله جبتها جات خطيره، بنينه 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 مقرمشه. شوفوا اللي حداها شي فران تحاول انها تبقى تدي ليه، هو كيترزق الله وانت كترتاحي شي شويه، وان فوق هادشي كتربحي واحد الماكله صحيه وبنينه ولذيذه. وسمحوا لي ما صلحليش نصور، لان الفران عامر بالناس وممكن ليش نحرج بنادم نبقى نصور فيهم بلا اذن ديالهم. هادشي اللي كان، بصح غداكم البنات من بعد ما تغدينا مشات اختي، كنقول لها طرق سلامه الله وصلها على خير، رجعت بحال لدارها. وانا عاد اللي كتاب نمشي لداري ديال خنيفره. صراحه من نهار جيت ما مشيت ليهاش، لان ما كانش عندي الوقت، كنا مشغولين وملهيين وهذا. وخديت شي حويجات ليها وقررت اني نشاركهم معكم، ناخذ الراي ديالكم. نتوما اللي عجباتها شي حاجه تستافد منها، وانا كذلك ما كرهتش تخليو لي الكومونتير ديالكم اللي ما عجباتكمش، اولا تقول لي هذه جات مع هذه وهذه ما جاتش مع هذه. لماذا انا هاد الدار هادي كنت غير كنكريها، ومؤخرا قررت انني نفرشها وغادي نبدا معكم درجه بدرجه. اي حاجه خطيتها واي حاجه صوبتها غادي نبداها معكم. اول حاجه غنبداوها هي بيت النعاس عندي. انتم غتشوفوا كلشي بالتفصيل. انا كما كتشوفوا عندي البيت مربع، وانا البيت اللي عندي دابا في الدار الاخرى بيت نعاس كحل بالماريو منقش. داكشي علاش انا قررت انني هنا نبدل 100%، يعني قلت كان عندي الكحل غندير البيض، وما بغيتش ندير ماريو لان البيت ما عنديش كبير بزاف، وخصني نستغل داك السباس اللي كيكون فوق منه. داكشي باش قررنا انا نجيبو اللي غيبني لنا بلاكار، وجبنا النجار هو درنا هاد البيبان هادو، ودرنا الفوق 6 ديال الدفات، يعني كاين لي سباس بزاف فين غادي ديري المانطات وهذا. ولتحت دار لي 4 ديال البيبان كوليس كيتجرو بحال هكا، وهازين بزاف، وبيبان تبارك الله راهم كبار. ودار لي ليهم هذيك الصباغه ديال الطوموبيلات، صباغه زوينه بزاف، وكت يعني كتمسح غير بلي لانجات ولا هكا بزويف. المهم غنشوفو طرق ديال التنظيف من بعد. المهم هادشي اللي فيما يخص البلاكار صراحة عجبني بزاف، لو كان درت ماريو عادي مكانش غيهز ليا هادشي اللي غندير فيه، اللي زعما غيهز ليا بلاكار ديال الحيط. وبالنسبة للكوافوز درتهم هكا، فيه 3 ديال المجورة وصبغتهم تاهما في البيض، وغندير لهم مازال غنلصق لهم هاد اللعيبات هادو، نفس هادوك اللي كاينين في الماريو. انا كما قلت لكم مازال النجار ما كمل لياش كلشي، غير قلت مع شريت شي حويجات وقلت نشاركهم معاكم. وهذا الكوافز الكبير توا فيه 6 ديال المجوره بال هكا برجيلات ديال الانوكس وسكه في المجوره، ومازال هما غنلصق لهم هذوك اللعيبات نفسهم اللي دايره في البلاكار الكبير هكا يا هما بالستراس. وهذا راه التصوير ما عاطيش هادشي حقه، راه مباشره غزال، ومش غنشكر راسي ولكن الصراحه زوين. هنا درنا واحد المرايه غير مازال ما عمرتهاش، وغادي نوريكم فين نعلقها. بالنسبه للناموسيه هي سامبل، درت فيها 2 متر على 2 اتساع. عريضه وسامبل، وتاهي نفس الصباغه هانتوما كما كتشوفوا. عندي 2 تشراجم، واحد من هنا واحد من هنا. داكشي باش قررت اني ناخذ لهم هاد العصيان هادو ديال ريدويات في الكري تا هما، لان التيم بغيت نديرو في البيض والكري، وغندخل شي لون من بعد اللي غادي يبقى يفتح بحال الغوز بحال الاحمر بحال. المهم مازال هذا من بعد، حاليا دايره كلشي كري وبيض. وخديت لهم هاد الريدويات، الصراحه راه التصويره ما عاطيهمش حقهم، خديتهم غير من
مرجان فني. لو كان مشيت بقى ندور على التواب باش ناخذ هاد الريدويات ما كنتش غنلقى هاد الشكل اللي انا باغا. خديت 4 كل شرجم غادي ندير فيه 2 باش ما يجيونيش باش يجيني هكا فيهم داك البلي. خديتهم من مرجان ب 88 درهم الواحد، صراحه عاجبيني ومقتنعه بهم صراحه. يعني كل مشيت نشري ما كنتش غنلقى هاد النوع ديال التوب. وهذه هي اللي محمقاني وفنه، خديتها من عند داك السيد اللي كيبيع الماعن اللي ديجا صورت لكم الفيديو ديال جوله في اواني ديال اواني راقيه ب 300 درهم، نقص لي 10 درهم. فن اخر ما كاين في داكشي ديال لي طاجير ديال الحليوات هكا، ولي صابلي ولا حليوات بلا كريم ولا شي حاجه زوينه. هانتوما كتشوفوا من هنا راه ما كاين والو، راه غير من الجهه الاخرى بحال شكل ديال القفص، صراحه عجبتني بزاف. قولوا لي هانتوما. وهادو راني خديتهم من كارفور، تا هما صورتهم لكم دايرين 15 درهم، كنت خديت 7 تا هما ما غنديهمش معايا غنخليهم في الدار. وهذه ديك الشميعات هي درتها تما، جات عبار عليها، جات فنه صافي. وهذا داك المعطر تا هو كتوريتو لكم، والعرض مازال ما قررتش، يمكن غندير فيها جير فليكس ولا داك، مازال ما قررتش صراحه، مازال ما نغلف الارض، لان كما قلت لكم هاد الدار كنت غير كنكريها، ولكن مؤخرا عاد بغيت نصلح فيها بزاف د الحوايج. وهذا كل شيء غتشوفوه معايا بالتفاصيل المملة. وهذا بالنسبة للصالون، هذا الصالون صراحة عاد صوبته، عاد جابوا لي النجار، هذا واحد نجار في خنيفرة، خدمة ديالو فنه 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 فنه، ما نحتاجش انا نشكر، لانني كل ما عجبنيش ما كنتش غندير عنده الصالون، وبيت النعاس ديالي وبيت النعاس ديال ولادي مازال ما جابهاش ليا. وبلاكارات ديال الكوزينه خدمته زوينه بزاف. الا كان كيهمكم الامر وبغيتو تعرفوا شكون هو هذا النجار، هذا نخلي لكم النمره ديالو وكلشي معلومات بالنسبه للناس ديال خنيفرة. هذا انا اختاريت انا نديرو في هذا الكريل، لان عندي صالون واحد اخر يعني اللون ديالو داك الخشب المغلوق، وفيه داك كما كيقول لي السلك والعظم، يعني التيم ذهبي. داكشي باش انني قررت انا ندير هذا في لارجونتي هكا. وشنو بغيت نقول لكم اخر، ما كرهتش انكم تقولوا لي في نظركم هاد هما في العرض ديالهم فيهم تقريبا 8 سنتيم ما عاليينش وما عندهمش الرجلين، ما عرفتش شنو اللون الزربيه اللي غادي يجي ليا معاهم، واش الكري ولا البيج ولا الكرونه ولا الكحل، باش يبرز ليا اللون اكثر واكثر واكثر. ما كرهتش تجاوبوني صراحه. وهذه الطبله مازال الجاجه ديالها ما جاتش، باغا ندير لها جاجه من الفوق، جاجه غنديرها لون غير كراميل هكا خفيف باش ما يغطي لياش، وفي نفس الوقت يخفف شويه من الحده ديال اللون. وهادو برجيلات هكا منقوشين، المهم صراحه انا عجبتني، قولوا لي نتوما كي جاتكم. ودرت لها جوج رجيلات، جوج طبيلات صغيورين هكا صندريات، تا هما مازال غندير لهم الجاجه. درت غير جوج لان عندي الصالون مربع، ما بغيتش نشارجيه بزاف، لان مازال غندير تريا، مازال غندير ديكورات، مازال غندير يعني هادشي اللي كاين. وهادو واحد الكراسة صراحه هي سالامونجي بالاينوكس والجاج زوينه، ولكن مازال ما وصلونيش. يلا وصلوني الكراسة ديالها، فنه شي حاجه اللي راقيه. نهار غنكملها كامله اكيد غنشاركها معكم. شو الديكور ديالها كيفاش داير الكراسة ديالها، جايين بحال اس. وهذه الكوزينه نفس النجار اللي خدم ليا الصالون، وهذا هو اللي خدم ليا البلاكارات، جايه دايره كامله. هنا مازال غندير الجاج، وديك الاسباس غندير فيه دوك الشباكي اللي كيتعلقوا. ها هي راه كاينه الفوق، مازال ما علقتهاش كما قلت لكم، راني مازال ما ساكناش في الدار، راني غير كنشري وكنحط هنايا. اخر حاجه غنوريها لكم البنات هي الدوش، وانا عندي كبير بزاف واضطريت انني نفرقه بهذا الالومنيوم هذا، وعندي فيه الجليج كما كتشوفوا في البيض والزرق. صراحه مازال ما عارفه شنو هما لي زاكسسوار اللي نقدر ندخل ليه، واش البيض ولا الزرق ولا شي حمر ولا شي حاجه باش تبهجوا. سمحوا لي على المنظر العام، لان كما قلت لكم انا راه مازال ما ساكناش هنا، مازال ما مستقراش. ما كرهتش تعطوني الاراء ديالكم، والله ما كرهتكم كانوا تصاور اولا الهضره كاع نهضروا ونتجمعوا كاملين وناخذوا الاراء ديال بعضياتنا. هذا ما كاين بخصوص الدار. ومن بعد خرجت ضرب الدويره في المحلات، شوفوا لي هاد السيفه هادي ديال الظلام، تكون شفتوهم كيفاش كيجيو مصورين. انا راه مشى ليا المقطع ما تصور لياش، غزالين وثمن 45 درهم.
شي حاجه في المتناول وزوينه بالنسبه للجليسات الكروميه. المهم هذا هو الحانوت الاولاني اللي دخلت ليه ديال طلامب، مازال محلات زوينين ومازال غير انا حاليا كما عرفتوا اليوم الاخر في العطله وخاصني نرجع لداري وما عنديش الوقت بزاف وبغيت ناخذ وقتي باش ما نزربش. من بعد غنصور لكم بالتفصيل كيفاش شنو غناخذ وشنو غنشري. وهذا المهم الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك 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 باش تشجعوني ونعرف باللي الفيديو عجبكم، وتهلاو في ريوسكم وفرجة ممتعة. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا قناتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك أو صابوني. يلا خليت لكم الراحة وباي باي.